بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في سلسلة التدريب على حقيبة الأحياء في مسابقة موهوب المستوى الأول. بعد أن تحدثنا في الدرس السابق عن الانقسام المتساوي، في هذا الدرس سوف نوضح الانقسام المنصف أو اختزالي. في نهاية هذا الدرس ستكونون قادرين بإذن الله تعالى على التعرف على أهمية الانقسام المنصف أو الاختزالي، المقارنة بين أنواع الكروموسومات والجينات، التعرف على ظاهرة العبور، وتوضيح مراحل الانقسام المنصف أو الاختزالي أو الميتوز. طبعا ذكرنا في الانقسام المتساوي بأن الخلية إن كانت تحتوي على عدد محدد من الكروموسومات، لنفترض 12 كروموسوما، فسوف يعطينا الناتج خليتين، ناتج النهائي في عملية الانقسام المتساوي خليتين، في كل خلية يوجد فيها نفس عدد الكروموسومات للخلية الأصلية. فقد ذكرنا أن هذا الانقسام يعني له أهمية في النمو وتعويض الخلايا التالفة. في الانقسام المنصف أو المنصف، هو انقسام مهم جدا في عملية التكاثر، وخصوصا التكاثر من النوع التكاثر الجنسي. طبعا نحن نعرف أن التكاثر الجنسي يتطلب لحدوثه بشكل طبيعي وجود أمشاج مذكرة وأمشاج مؤنثة، أو بمعنى آخر أن يكون لدينا حيوانات منوية من الذكور مع بويضات أتت من الإناث. طبعا الحيوانات المنوية والبويضات هي عبارة عن خلايا، هذه الخلايا لابد أن تحتوي على نصف العدد من الكروموسومات الأصلية للكائن الحي نفسه لهذا النوع. فمثلا بالنسبة للإنسان، نحن نعلم أن عدد الكروموسومات الموجودة لدينا هي 46 كروموسوم. عند تكوين الحيوانات المنوية والبويضات فإنها من المستحيل أن تكون كل خلية فيها تحتوي على نفس العدد، لأن سوف تحدث هناك مشكلة كبيرة. لو فرضنا أن يكون هناك مثلا حيوان منوي يحتوي على 46 كروموسوم أو بويضة تحتوي على 46 كروموسوم، فعندما يحدث اندماج وتلقيح أو إخصاب بين الحيوان المنوي والبويضة، فسوف ينتج لنا خلية سوف تتكون من 92 كروموسوم، وهذا أمر مخالف، لأن عدد الكروموسومات الطبيعي عند الإنسان وعند البشر هي 46 كروموسوم. فبالتالي هناك نوع من الانقسام الخاص الذي يحدث للخلايا أحادية الكروموسوم أو الخلايا التناسلية أو الخلايا الجنسية، بحيث أن هذا الانقسام سوف يعطينا خليتين، وكل خلية تحتوي على نصف العدد الأصلي من الكروموسومات. فكما ذكرنا الانقسام المنصف أو الميوزي، تتكاثر الخلايا التناسلية التي تنقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء بواسطة الانقسام المنصف. ينتج عن الانقسام المنصف طبعا أمشاج أحادية المجموعة الكروموسومية يطلق عليها باسم 1N، وهي التي نقصد فيها بالحيوانات المنوية أو البويضات. عدد الكروموسومات في خلايا الإنسان الجسدية 46 كروموسوم، أي 23 زوج ثنائي المجموعة الكروموسومية. عدد الكروموسومات في أمشاج الإنسان التي تحدثنا عنها في الحيوانات المنوية وفي البويضات 23 كروموسوم أحادية المجموعة الكروموسومية. طبعا يحدث الإخصاب عند التقاء المشيج المؤنث اللي هي البويضة مع المشيج المذكر المقصود بالحيوان المنوي لتكوين الزايغوت أو اللاقحة، والتي تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات 2N اللي هو بالنسبة للإنسان اللي هو 46 كروموسوم، بينما هنا كانت تحتوي على 23 كروموسوم. طبعا هناك مصطلحات مهمة يعني تمر علينا في دراسة علم الوراثة. فمثلا لدينا الكروموسوم والكروماتين والكروماتيد،
فإذا نلاحظ هناك يعني مجموعة من المصطلحات التي كذلك ما هي الجينات، وسوف نتطرق إلى أنواع من الجينات، وكذلك في الدرس القادم سوف تظهر لدينا الجينات السائدة والجينات المتنحية والأليلات. ولكن دعونا نفرق الآن بين الكروموسوم والكروماتين والكروماتيد. بالنسبة للكروماتين، دعونا نبدأ بالكروماتين. الكروماتين هو عبارة عن يعني الـ DNA، ولكن هذا الـ DNA يكون ملتف حول نوع من البروتينات يطلق عليه باسم الهستوم. فهذا مثلا شريط الـ DNA، ولكن شريط الـ DNA يكون ملتفا حول يعني مجموعة من البروتينات، هذه البروتينات يطلق عليها باسم الهستون. هذا التركيب هو عبارة عن كروماتين. فإذا الكروماتين هو عبارة عن شريط DNA ملتف حول بروتين الهستون، بينما الكروموسوم هو الصورة التي نجدها عندما يقوم يعني لنفس الكروموسوم بهذا الشكل. بهذا الشكل نلاحظ الآن يعني هذا هو عبارة عن الكروموسوم، هذه النقطة يطلق عليها باسم السنترومير، سنترومير النقطة المركزية، وهذه تعتبر ذراع قصيرة وذراع طويلة، وهذه كلها تعتبر كما ذكرنا الكروموسوم. بالنسبة للكروماتيد، الكروماتيد هو عبارة عن التضاعف الذي يحدث للكروموسوم في الطور البيني كما ذكرنا سابقا في دورة حياة الخلية، وتحديدا في المرحلة S هي مرحلة تضاعف الـ DNA، الكروموسوم سوف يكون له نسخة مطابقة له، وهي نشأت في أثناء تضاعف الـ DNA، فيحدث الآن تكون نسخة لهذا الكروموسوم. هذه النسخة المتطابقة سوف يكون شكلها بهذه الطريقة. في هذه الحالة يطلق عليها باسم الكروماتيدات، هذا الجزء يطلق عليه باسم، وبهكذا يكون لدينا الكروماتيدات. فإذا الكروماتيدات هي عبارة عن كروموسوم متضاعف، وتضاعف في الطور البيني في المرحلة S. هذا الجزء الموجود في الأسفل نحن نطلق عليه باسم الكروماتيدات الشقيقة، وذلك لأن هذا الجزء هو مطابق، هو طبق الأصل من هذا الجزء، فنحن نطلق عليهما باسم الكروماتيدات الشقيقة. بالنسبة للجينات، الجينات هي عبارة عن الأجزاء يعني أو قطع موجودة في الـ DNA، وهي التي تعطينا الصفة، يعني هي المسؤولة عن نقل هذه الصفة. طبعا ممكن أن يكون الجين هنا يقابله الجين بهذه الطريقة، كذلك جين من الممكن أن يكون هنا يقابله جين، يقابله جين بهذه في هذا الجهة. فإذا الكروموسومات هي تراكيب في النواة تحتوي على الحمض النووي الـ DNA، والذي يتكون من عدد من الجينات، والجينات هي تراكيب موجودة على شريط الـ DNA مسؤولة عن إظهار صفات محددة. فهناك جين لون الشعر، جين لون البشرة، فكلها هذه عبارة عن جينات. الكروموسومات المتماثلة زوج الكروموسومات لها نفس الطول وموقع السنترومير، وتحمل الجينات التي تتحكم في الصفات الوراثية نفسها، انتقل أحدها من الأب والآخر من الأم، يرتبطان مع بعضهما البعض فيما يسمى بالتصال. ذكرت أنا منذ قليل ظاهرة العبور. طبعا ظاهرة العبور يتم فيها تبادل أجزاء من الكروماتيدات بين الكروموسومين المتماثلين،
فكما ذكرنا عندما يكون لدينا زوج من الكروموسومات المتماثلة، نلاحظ أن هذا مثلا الكروموسوم من الأم وهذا الكروموسوم من الأب. الآن هما لهما نفس الطول وسوف يرتبطان مع بعضهما البعض. الكروماتيدات المتماثلة سوف يحدث، إن دققتم النظر هنا، إلى انتقال جزء من هذه الصورة. سوف نلاحظ أن هذا كروماتيد وهذا كروماتيد، كروماتيدات متماثلة الآن، ولكن أحدهما من الأب والآخر من الأم. نلاحظ أن حدث عملية انتقال الآن، هذا الانتقال أدى إلى عبور وانتقال جزء من الكروموسومات اللي موجودة كانت في الكروماتيدات للأب إلى الأم. هذا الانتقال مهم جدا، هذا هو الذي يسمح أو يؤدي إلى تنوع أكثر في عملية الصفات وانتقال الصفات التي تحدث بين الأخوة والأشقاء. فلذلك نلاحظ أن ظاهرة العبور هذه هي ظاهرة تحدث فقط في حالة الانقسام المنصف أو المنصف، وليس في الانقسام المتساوي. هذه الظاهرة سوف تؤدي إلى تنوع في الصفات التي تحدث في الجيل القادم. بالنسبة للانقسام، الانقسام المنصف سوف يكون لدينا يعني مرحلتين، مرحلة أولى انقسام المنصف أو المنصف الأول والانقسام المنصف الثاني. في الانقسام المنصف الأول سوف تحدث فيه الأطوار الأربعة التي ذكرناها، سوف يكون لدينا الطور التمهيدي والطور الاستوائي والطور الانفصالي والطور النهائي. ولكن بما أنها تحدث في الانقسام المنصف الأول، فسوف يكون لدينا الطور أو المرحلة، فسوف يكون لدينا الطور التمهيدي الأول، الطور الاستوائي الأول، الطور الانفصالي الأول، الطور النهائي الأول. في المرحلة الثانية من الانقسام المنصف الثاني سوف تكون أيضا لدينا نفس الأطوار التمهيدي والاستوائي والانفصالي والنهائي، ولكن سوف يكون مسماها التمهيدي، الطور التمهيدي الثاني، الطور الاستوائي الثاني، الطور الانفصالي الثاني، الطور النهائي الثاني. هنا في هذه الصورة المتحركة يحدث ظاهرة العبور بين الكروموسومات المتماثلة. نلاحظ في هذه المرحلة اختفاء الغشاء النووي، وكذلك حدوث ظاهرة العبور بين الكروموسومات المتماثلة. وذكرنا أن انتقال هذا الجزء يعطينا تنوع أكثر للصفات التي سوف تظهر في أفراد الأجيال القادمة. في هذه الصورة نلاحظ أن يحدث ارتباط خيوط المغزل مع منطقة السنترومير لكل كروموسوم متماثل. بعد ذلك يحدث الانفصال، تنسحب الخيوط المغزل إلى الخلف. نلاحظ هنا أن السحب يكون لكروموسومات متماثلة بالكامل، وهذا هو الطور النهائي الأول في الانقسام المنصف. تختفي خيوط المغزل وتبدأ ويبدأ الغشاء النووي بالظهور مرة أخرى، وتتم عملية التخصر والانقسام للسيتوبلازم. وفي هذه المرحلة تكون لدينا يعني نصف عدد الكروموسومات للخلية الأصلية، ولكن الناتج في المرحلة الأولى هو خليتين فقط. تستمر الخلية في مرحلة الانقسام المنصف الثاني، وهنا الطور التمهيدي الثاني. نلاحظ اختفاء الغشاء النووي وظهور خيوط المغزل مرة أخرى، وفي هذه المرة يرتبط أو ترتبط خيوط المغزل بالكروموسومات المتماثلة في منطقة
السنترومير، هنا يحدث الطور الاستوائي الثاني في الانقسام المنصف، بعد ذلك الطور الانفصالي الثاني في الانقسام المنصف، وتنقسم كل خلية. ونلاحظ الانقسام هنا أن في كل يعني تتجه الكروموسومات إلى الأقطاب، أقطاب الخلية، وتتكون الناتج النهائي 4 خلايا، في كل خلية يوجد فيها نصف العدد الأصلي للكروموسومات. بالنسبة للتدريبات، يعني سؤال كيف تختلف الكروماتيدات الشقيقة عن الكروموسومات المتماثلة؟ الكروماتيدات الشقيقة تمثل فقط المادة الوراثية المقدمة من الأم، يعني هذه الإجابة خطأ. الكروموسومات المتماثلة هي نسخ متطابقة تماما، لكن الكروماتيدات الشقيقة متشابهة فقط. هذا غير صحيح، هو من المفترض العكس. الكروموسومات المتماثلة متشابهة من ناحية الطول حملها للجينات، لكن الكروماتيدات الشقيقة هي التي ذكرناها سوف تكون متطابقة، يعني هذه هي الكروماتيدات الشقيقة، بينما في هذه الحالة احنا نقول انها عبارة عن كروموسومات متشابهة. فهذه الإجابة هي الصحيحة، الكروماتيدات الشقيقة تمثل فقط نصف المعلومات الوراثية المخزنة في الكروموسوم، وهذا أيضا إجابة خاطئة، فالإجابة الصحيحة هي سي. السؤال الثاني، ما الذي ينتج عن الطور النهائي الأول؟ طبعا بما أنه يتكلم عن الطور النهائي الأول، نحن ذكرنا أن الطور النهائي الأول سيكون الناتج، كل خلية سوف تعطينا خليتين ناتج النهائي، وكل خلية سوف تحتوي على نصف العدد الأصلي من الكروموسوم. فنستبعد أكيد سي أنها تكونت 4 خلايا، لأن لو ذكر لنا الطور النهائي الثاني سوف تصبح نعم 4 خلايا، ولكن نحن هنا نتحدث عن الطور النهائي الأول، فسي ودي تعتبر يعني نستبعدهم. تبقى لدينا A وبي، خليتين تحتويان على متماثلين من كل زوج من الكروموسومات المتماثلة في A، وبي خليتين تحتويان على أحد المتماثلين من كل زوج من الكروموسومات المتماثلة. طبعا الإجابة الصحيحة سوف تكون B، لأن لن تحتوي على المتماثلين من كل زوج من الكروموسومات المتماثلة. يعني لو فرضنا أن سوف يكون لدينا هنا 4 كروموسومات متماثلة، فهذه الخلية سوف تحتوي على 2 من الكروموسومات المتماثلة، والخلية الأخرى تحتوي على 2 من الكروموسومات المتماثلة المختلفة، فسوف يكون هناك اختلاف بين محتوى هذه الخلية مع محتوى الخلية الأخرى الناتجة. يعني سوف يكون لهما صحيح نفس العدد، كلاهما نصف العدد من الكروموسوم الأصلي، نوع الكروموسومات الموجودة هنا في هذه الخلية سوف يختلف عن الخلية الأخرى، فسوف يكون هناك خليتين تحتويان على أحد المتماثلين من كل زوج من الكروموسومات المتماثلة، فالإجابة الصحيحة هي B. ما الاختلاف الكبير الذي يظهر بين معدلات التوافق بين الأخوة الأشقاء والتوائم المتطابقة؟ أن A تأثير قوي للبيئة، B تأثير قوي للوراثة، C لا تأثير للبيئة، D لا تأثير للوراثة. طبعا أكيد الإجابة أيضا سوف تكون B، أن هناك تأثير قوي للوراثة، ولذلك لذلك يظهر التشابه الكبير بين الأخوة الأشقاء والتوائم، بسبب أنهم حصلوا على هذه الكروموسومات وهذه الصفات من أبويهم. بالنسبة للتحديات، تمثل هذه الصورة خلية من كائن حي يحتوي على 6 كروموسومات، ما طور الانقسام المتساوي أو الانقسام المنصف الذي تمثله الصورة المرفقة؟ طبعا أكيد الصورة توضح الطور الاستوائي، بما أن جميع الكروموسومات متماثلة مصطفة في المنتصف، وجميع الخيارات هنا تحتوي على الطور الاستوائي، فلا يمكن استبعاد أي منهما إلى حد الآن. الآن نركز، هل هذا الانقسام يعني أو هذا الطور الاستوائي
هل هذا الطور الاستوائي الثاني أو الأول من الانقسام المنصف، أو هو الطور الاستوائي من الانقسام المتساوي؟ أولا، لو كان الطور الاستوائي من الانقسام المتساوي لكان الاصطفاف بهذه الطريقة. طيب، ولكن بحكم أن وجود كروموسومين متماثلين بجنب بعضهما البعض، فهذا يجعلنا نستبعد أن هذا الانقسام أو هذا الطور، أن هذا الطور سوف يكون تابعا للطور الاستوائي من الانقسام المتساوي. فبالتالي أي شيء ذكر فيه انقسام متساوي من الممكن أن نستبعده، فبالتالي نستطيع أن نستبعد C وكذلك D لأن ذكر الطور الاستوائي من الانقسام المتساوي، أو وكذلك E، كلها نقوم باستبعادها لأن من المستحيل في هذه الصورة أن تظهر في الطور الاستوائي من الانقسام المتساوي. ولكن هل هو الأول أم الثاني؟ الطور الاستوائي الثاني من الانقسام المنصف، في الطور الاستوائي الثاني سوف يكون توزيع أيضا الخلايا بهذه الطريقة، لأن كما ذكرنا خيوط المغزل سوف تتحد بنقطة السنترومير لكل كروموسوم متماثل، ثم سوف تقوم بسحبه في الطور الانفصالي الثاني. وقد ذكرنا بالاختصار بأن المرحلة الثانية في الانقسام المنصف هي نفس خطوات المراحل التي حدثت في الانقسام المتساوي، فبالتالي أيضا نستبعد الخيار A، فتكون الإجابة هي الطور الاستوائي الأول من الانقسام المنصف، فتكون الإجابة B هي الصحيحة. شكرا جزيلا لمتابعتكم، نراكم بإذن الله تعالى في القسم الثالث لفصل الوراثة والتكاثر. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.